شتي نقولك واحد الكلمه ولدي، ما بقاش الما حنه بكري كان لا طيب الخو لا طيب ع خبزه كيقسمها مع خوه. هاد الجلسه اللي انا جالسه وما كاينش اللي عطاك حتى بخبزه يجيبها لك، شتي ما كاينش اللي يدق عليك ويقول لك هاك. وكتشوف الناس عايشين، الناس عايشين، وما انا كنقول لك ما كنلقاش باش نجيب حتى خبزه. خدمت كنخدم في الديور، شحال من دار خدمت فيها وداكشي، ولكن كثر هضر الانسان كلشي راه كيعرف خدمه الديور شنو كيعطوك الثقل. السلام عليكم خوتي خواتاتي، انا راه كنت مجوجه وكان عندي راجل كان خدام داكشي اللي قسم الله ومات، وليت تمشي للديور كنخدم فيهم كنت بخير على خير. وقع لي شي حاجه هزيتها ثقيله وتوعتات في ظهري وما بقيتش كنقد نزيد، وملي حيدت من هادشي ديال الديور وداكشي وليت كنبيع ونشري، كنبيع وعايشه بخير وعلى خير واخا ما كانت مشاش مدى. ودابا ما بقيتش نقد نتحرك كاع، دابا ما بقيتش كنقد نزيد ما حتى شي حاجه. دابا كاع نهار وانا جالسه انا دابا راني مريضه ما كنقد كنوض من بلاصتي، وهاد البركه ديالي راه تقريبا نقول لكم شي عامين هادي راني مسلوخه من كل جهه وطريق، ومها يدي عواجت ليا ما بقيتش كنقد نتحرك بها ما حتى شي حاجه. وثمن لي كوش حاشاكم ما بقيتش كنلقى باش نشريه، جالسه هي مع ولدي، ولدي عنده جوج وليدات ما خدامش مسكين، عنده نجار وعنده حرفتو ديال الشيفور ما لاقي لا خدمه لا حتى شي حاجه. وراكم عارفين الولد اذا كان عنده ولادو ومبلي بالكارو هذا الله يعفو على الجميع. ودابا راني فواحد الحاله مع مالي الكرا باغيين يخرجوني كيتسالوني 90000 ريال وما عنديش باش نخلصها، والله ما كنلقى حتى باش نجيب حتى خبزه، والله العظيم ما كنلقى. عايشه كنت عايشه مع راجلي، كنا مجوجه، راني كنت مجوجه براجلي، ملي جات الموت علينا فرد داتو وما عنده مسكين لا نتريت لا والو، كان عداكشي ديال البني الله يرحمه ويرحم المسلمين اجمعين في هاد العواشر. كان خدام الراجل كان خدام بناي وجات الموت وداتو، كما كنموتو كلشي غادي يموت ولدي، ماشي حتى واحد ما غادي يبقى، انا اللي خصني نوض نخدم، انا اللي خدمت وخدمت كنخدم في الديور شحال من دار خدمت فيها وداكشي، ولكن كثر هضر الانسان كلشي راه كيعرف خدمه الديور شنو كيعطوك الثقل. انا كنهز الثقل، ماشي ما كنقول لك ما نهزش الثقل، انا كنهز الثقل، نهز دادر ثقال، نهز اي حاجه كانت ثقيله كنهزها، كانت غالبه عليا صحتي. هادي نهار الاول راجلي انا مات في 2008، نقول في 2009 خرجت كنخدم صافي، من تما وانا خارجه كنخدم، ملي حيدت من الخدمه ديال الديور وليت تنبيع ونشري كيجيبوا لي الناس الحوايج ديالهم حتى الفراشهم كنبيعهم، عندي درهم في 100 ريال. الناس تعاملوا معايا، كاين اللي تعامل معايا مزيان، كاين اللي تعامل معايا بديك شنو نقول لك، زيدي ديري هادي ديري هادي، بحال كيحرصوا على بنادم على جوج فرانك يعطوها لك خصهم وهكاك وكتحامد سيدي ربي ما نكذبش عليك. كل واحد وشحال تيعطيك، كاين اللي يعطيك 100 درهم، كاين اللي يعطيك 1600، كل واحد وشحال كيعطيك. وما نكذبش عليك كنت عايشه مع واحد المراه الله يكثر خيرها والله يجازيها بخير، هذه كانت دايره لي 6000 ريال و 6500 في الشهر، ولكن عندي يوميا كنمشي عندها 3 ايام في السيمانه فين ما كنمشي عندها، تتعطيني جوج ميكات عامرين، وحده فيها الخضره واللحم والقهوه وداكشي، وحده فيها الطحين، وعاد تعطيني يا الفرانك يا 400 هي وجودها فين ما كنمشي، ما عمرني هبطت من عندها زعما، ما عمرني هبطت من عندها خاويه، ديما مدوره معايا. الله يرحم الوالدين ولدي، هي هذيك هذيك السيده زعما زعماتني على بزاف ديال الناس، كنقول صافي راه كلشي غنلقى بحالهم، ساعه شي كنلقاها زوين شي كنلقاها خايبه ولدي، وانا ما دارتني هي صحتي، ودرتني ملي مات لي راجل وما بقات عندي لا لانتريت لا والو، كتخرج وكتشوف الناس عايشين، الناس عايشين، وما انا كنقول لك ما كنلقاش باش نجيب حتى خبزه. ملي ما بقات عندي لا خدمه لا هذا وليت نطلع للحوايج نبيعهم، راه كنت هنا كنبيعهم هنا في الجوطيه، لان ما مولفاش انا بهذا الشيء ديال البيع ولا نخرج نخدم في الديور، داكشي اللي قسم الله كان تيجيبو الراجل كنا كناكلوه، ما
ودابا اللهم لك الحمد، كنحمد الله ونشكره، كنطلب الله الله يسهل على الجميع ويسهل على خوتنا وخوت المسلمين اجمعين. ولدي ديك الساعه ولدي كنت صغيره، ما غنكذب شي نقول راه تعامل معايا واحد الله يجازيه بخير اللي كان دار معايا واحد الفلاش خايب، ما عاودش رجعت عندهم كاع، صافي خويت من عندهم انا كاع. ولكن الناس الاخرين زعما ما عمري طحت في شي مشكل خايب ولا شي حاجه. الله يسر ولدي، الله يسر. هاد المرضى هي اللي طيحتني، هاد المرضى هي اللي سالت معايا. ها انت دابا كنورك رجلي راها منفوخه قد ما مايلة، راني نغطيها حشك عيب تقاشر، راه تنقدش نزيد. دابا انا تندير هيليكوش، ملي طحت على ظهري فاش هزيت داك الثقل طحت، ديك الطيحه اللي طحت طحت على ظهري وما عرفتش شنو عندي يا ولدي. صافي ما تما بقيتش كنقد نزيد، كنزيد شويه، دابا ما بقيتش كنزيد كاع في مره. دابا انا جالسه شاده الركنه، جا شي محسن هكا عطى لولدي شي فلوس وداوني عند الطبيب، دوز ليا قال لي عندك سياتيك وخرج لي الدواء، شي شريتو شي ما شريتوش. ما نكذبش عليك ولدي، شريت الثمن ديك 2000 ريال واقيلا ديال الدواء، وشي ما شريتو شي. عاد بقيت مره مره كنجيب هاد، ولكن قالك خاصك تبعي التريتمون كامله، مشيتي للطبيب ديال المخ خاصك التحاليل، خاصك هادي خاصك، وانا ما عندي لا ميتيال، ما عندي لا لانتريت، ما عندي حتى حاجه. يلاه سبحانه وتعالى بدلت حياتي هاد الجلسه هادي اللي راني جالسه، هاد الجلسه اللي انا جالسه. وما كاينش اللي يعطيك حتى بخبزه يجيبها لك، شي ما كاينش اللي يدق عليك ويقول لك هاكي والو، الغالب الله. ما كنتش ناوي يا ولدي، حتى واحد ما كاين وراسو شنو غادي يكون يجي منا لقدام ولدي، حتى واحد حتى واحد. تنقول تنطلب ربي الله يسرنا ويسر الوليات كاملين ويسر جميع المسلمين، شي اللي كنطلب من عند الله والله يفاجيها، الله يفاجيها. تنقول لهم الله يعفو وما يكونوش يديروا بحال هكا، يا اللي عنده الصحه يحاول عليها ويعرف بخوه، والخو يعرف خوه، والخت تعرف ختها، شتي؟ ماشي بنادم كاع صافي عندك الفلوس كتنسى راسك، راه اليوم الدنيا وغدا اخره. راه الانسان ما خاصوش يفرش عانه، راه خاصو يفرش حتى ليه، راه حنا غاديين، حتى واحد ما غايدوم فيها ولدي، ما يدوم الا وجه الله وسعادتك فاعل الخير. ما بقاش شتي، شتي نقولك واحد الكلمه ولدي، ما بقاش المحنه. بكري كان الا طيب خو، الخو الا طيب عا خبزه كيقسمها مع خوه. دابا الخو ولا يشوف الا عند خوه عيار نص خبزه خاصو يقلعها ليه، ما بقاش المحنه. ما عشناش اولدي في هذا الشيء، انا في عمري 62 عام، دابا انا زيد في 62، ما عمرني عشت في هذه العيشه بحال هكايا. عشت في الخير والخمير مع والدي الله يوليهم رحمته الله كاملين، ولكن اش نقولك في هذه التاليه الاخرى، الله يعفو الله يعفو الله يعفو الله يعفو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.